أصدقائي المشاهدين، مقام الهواندا من درجة المي. نهواند المي برضو مستخدم وسلمه سهل قوي، هو عبارة عن مي فاديز سول لا سي دو ري مي. كل السلم طبيعي ما عدا درجة الفاديز زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة، مي فاديز سول لا سي دو ري مي، وبيتم عزفه على آلة العود بالشكل التالي: مي فاديز سول لا سي دو ري مي. نستخدم الصابع التاني والرابع على كل الأوتار: تاني رابع حر، تاني رابع حر، تاني رابع. ممكن نعزفه بالأول والتالت، الأول أهو والتالت أهو.